السلام عليكم الحاج مصطفى جودار، نشكروك على الضيافة رغم اللي كانت الزيارة ماشي مبرمجة، جيناك على غفلة وجيناك خاصة على الفريق النادي الاتحاد بالعباس اللي راه فيه واحد الوضعية يرتى لها. ماذا بينا تهدرنا على هذا الموضوع خاصة الموضوع تاع الفرقه تاع سيدي بن عباس ما تستاهلش باش تكون في هذا الموضوع هذا. ومن قوه اللي الناس جبدت، الناس قاع جبدت، والبالون اليوم راهم يسيروا فيها الناس اللي ما يعرفوش البالون. شوف الفرقه وين ولت، واحد الفرقه تاع بن عباس ما ديش بعباس ايكيب كبيره، وشو وين رجعت من ذاك ما كانش الرجال اللي يوقفوا على هذه الايكيب. معينا برمشت عام خطره، درت لهم حشاوات، درت لهم كذا الا حتى واحد ما زعم لهاد ليكيب. اليوم زعما ماشي زعما الانسان خاطيني انا البروصه ولا مين نشوف انا مسيو الولي اللي يغدى لي فيستير يجيب لهم الدراهم. ما غاديش نجبرو ولي كيما هذا ولي. انا بروحي فرحان به الشيء اللي دار في الفرقه، خاطر نبغي الفرقه ونبغي اللي يبغي الفرقه. دونك هاد الولي خلوه وحده يتخبط، قالوا يتخبط، ما بيه يجيب دراهم، ما بيه يغدى لي فيستير، ما بيه يهضر مع اللعابه. مازال ما فهمناش الوضعيه كيفاش هاد الناس اللي اموال كبار خرجوا وما تحاسبوا، ما لغاو لهم ما كذا. هذه كيفاش هاد الشيء هذا اللي راه صاري في هذه ليكيب. واليوم رانا نطلبوا باش كاع الرجال تنوض كيما لي زونسيان بريزيدون، لي زونسيان جوار، لي زونسيان كوميتي، الناس المحبين ينوضوا باش نخرجوا هذه كي من هذه الوضعيه اللي راه فيها. او بغاو باش ما بغاو شوفوا الكارثه اللي صارت. كون عندنا فيديراسيون ما تصراش، شوفوا واش دارت جياسكا، شو واش دارت سطيف. هذه البالون في الجزائر، يبيعوا لي ماتش وحنايا نشوفوا بعينينا. لازم لا فيديراسيون تربط حل هذا، راهو رواير في الحل. وإذا ما كاش حل راهم الضعفاء هما اللي يخلصوا في الفوتبول. ما كانش واحد اللي ناضوا وهضر على هذا الفوتبول. كيما كاريتا دارت، في الجزائر كاريتا. جياسكا تبيع كي يقولها لامسيه، سطيف تبيع الشلب. وين راه لا فيديراسيون تاعنا؟ وين راه لا فيديراسيون؟ ما كانش فيديراسيون. وين راه دارو رواه؟ طبق القانون غير على الضعف، ليزيكيب ضعاف. عيب عليهم، وحنايا غادي نقول لك بالكل صراحه ما نسكتوش على هذا الشيء. بالك حسبوا نسكتوا، ما نسكتوش. حنا باش نروحوا ضحيه ما نروحوش ضحيه، وما نغدوش ضحيه رواحنا. راهم غالطين بزاف، خاطر الكيب تاع بلعباس ايكيب تكونت من 33 وفاتوا بها ناس كي دايرين اللي اليوم عطاونا المشعل وحنا ما فيناش المشعل تاعنا. عيب علينا حنا باش نقولوا حنا ولاد بلعباس. عيب، عمرنا حنا ما كان لاعب يجي يقول راني سال جامي. هذه ما كانت في الكارثه تاع اليسان بها. كنا حنا نسالوا اللعابه، تولي اللاعب واحد يجي يقول لك، انا نسال 6 شهور واحد 7 شهور. عيب كبير هذا، عيب كبير الفرقه، عيب كبير، راك تشوف اللي وضعيه وين كانت. واليسان بها قلعت مليح في لالي، قلعت مليح وخربوا فيها باش يطيحوا هاد الناس. وهاد الناس مازال يدوروا بطل، بصح ما نسمحوا لهمش امام الله. والله ما نسمح لهم امام الله، والله غير ولينا ننتاجهم دروك على خاطر الفرقه. وانا على كل حال حجيت وجبدت روحي من البالون. بصح اليوم كي شفت انا الفرقه هذه دمي، الدم تاعي راه في هذه الوضعيه. نوض نهدر ونزيد غادي نوقفوا بالسطاد. نهار لمسيه، نهار اليسمى يخصنا يحلوا لنا السطاد باش الجماهير تنوض ونربحوا الماتش. وما كانش ماتش نطلقوه في بلعباس.